يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. هذا ما بيأدي إلى جوه. لا لكن ما يأدي القبور. لا ما يأدي القبور. قبور عليها مبنى. قبور ما يأدي. مبنى. مبنى وفي فتحة. في فتحة؟ في فتحة. شوف دحين ما دخل شخص؟ أنا أشور عليك. إيه. أكثر الناس بتروح تزور الحبيب فين؟ بتزوره في المواجهة زي ما أنا شايف. إيه نعم. لا. أقرب أقرب عند الرأس عند. أنت تيجي عند الرأس. الروضة. الروضة. أفضل. في باب في شبك حديد. إيه نعم. في شبك حديد زي هذا. إيه نعم. في طاقة كده. إيه نعم. صغيرة. توقف عندها. إيه نعم. تتجي القماش رايح على جوا. إيه نعم. القماش عارف شوفه انا شوفه وهذا الطريق شوف القماش الحمراء هذا اللي الطريق داخل الخضراء الخضراء اللي هو اللي في داخلها حمراء مكتوب عليه اي هو الطريق هذا اللي يوديك على القبر لكن فيه يمكن الدخول ولا ما يمكن لا ان الفتحه صغيره فتحه صغيره كم قدرها قدر كذا صغيره صغيره ممكن الواحد يدخل بس مين يقدر يدخل لا لكن اقصد هي تدخل شخص هي تدخل شخص قائم ولا إيه؟ لا نايم مو قائم كده واقف ولا كان يجيني عبد اليماني حق البترول يزور من المحل هذا لكن بالنسبة الآن القبور كيف تصور لي أرسم لي بنية بس أعطيني شوف أعطيني شوي يرسم لنا بس سوى سوى لا لكن كيف شوف هذا شوف أرسم لك هذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هنا سيدنا أبو بكر أيوه وهذا عمر هنا عمر كل واحد الراس جاي حق الرسول على ناحية الروضة نعم. رجوله على ناحية البقيع نعم سيدنا أبو بكر راسه تحت رجول رسول الله سيدنا عمر راسه تحت سيدنا أبو بكر لأن هذه الناس يختلفون فيها كثير بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر وراء لا 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 هي رص أنا أسألك سؤال أكتبوه طيب لحظة أي أشرب أشرب بس شيخنا أشرب بالبركة شيخنا تعرف حجرة فاطمة حجرة فاطمة إيه؟ اللي وراء إيه هي حجرة فاطمة من هنا تدخل لكن صحيح فيها قبر فاطمة لا قبر فاطمة في البقيع هذا حجرتها وكان في هي كانت تسكن فيها لكن وكان في لها سرير تعرف السرير حق النوم كان لها سرير وفي سحارة شنطة لحاجاتها ولما جاءت الحكومة التركية شارت الحاجات هذه أنا حصلتها نعم أدركتها شارت الحاجات هذه والسرير كله شارته لأن هو في خلاف أين دفنها علي رضي الله عنه لأنه ما أعلن دفنها ما أعلن في البخير وما أخرجها متأكد في البخير مع أهل البيت هو معروف المكان الآن اللي يقال هذا قبر فاطمة وجوه الشيعة كثير هي استريحوا طيب من التحدث ناس أذنوا نجوى أي عشر بوش لا أنت متأكد الآن أن الحجرة فاطمة ليس فيها قبر؟ لا ما في قبر فاطمة. تدخلها ولا ما تدخل؟ دخلتها واحدة مرة. مرة في حياتي واحدة مرة دخلتها. وبالنسبة صور فوق الدولاب. بالنسبة لحجرة حفصة اللي قدام. نعم. حجرة حفصة اللي قدام في المواجهة. أيوه. حجرة حفصة اللي قدام مستوية كذا. مستوية كله مستوي كذا زي كذا. وفي باب من ناحية الروضة يوديك عليه. على الحجرة دحين حاطين عليه مصاحف محل مصاحف اي نعم اي مو يستريح ما يفتح انا استوني ما يفتح ابدا لا ما يفتح هذاك والان الفتح للضيوف كيف يدخلون هنا يدخلون داخل ولا بس الضيوف حول الحجرة بس يعني امثل لك هذا هنا القبر اي نعم الستار هنا اي نعم الضيوف يخشوا كده بس عارف الستار اي نعم ما يخش في البيوت القبر ابدا الله يجزيك عنا أحسن الجزاء ويبارك فيك شيخنا بالنسبة فيه أمور تشوفها من الأنواع تسمع شيء كنت تسمع صوتك تسمع قراءة القرآن تسمع أي أجلس أجلس أنت جايين في وقت الحمد لله سامحكم بس لكن أكرمكم الله جزاكم الله خير هل كنت تشاهد شيء تسمع شيء هل شاهدت شيء أو سمعت شيء والله في ملائكة تيجي في بيت الجبر الحبيب تعرف الوقت ثلث الأخير ولا هو ما في وقت لهم لأن أنا
مع الساعة أروح أوصل عنده شوف هو القبر حقه هنا وأنا هنا يعني متر وشوية أقعد في الأرض أتربع وأقعد أتكلم كأنه إنسان موجود قدامي أتفاهم معه. وبعد الساعات لما أجي رايح جسمي ينفض كأنه كهرباء ضربتني. ما استطعت. مع الفترة هذه أنا فهمت أن في ملائكة. إنه في ملائكة هذاك الوقت لا دي. هات يا مامي هات. شوف هذا المنظر. هذا منظر المدينة أيام ما كانت القديمة. عليها الصور شايف؟ في أبواب تتقفل. اللي برا برا. كم كان كم كان في السور من باب؟ نعم. كم كان للسور من باب؟ أعدان المغرب يتقفل. لا كم من باب؟ كم من باب؟ عندك باب، عندك باب قباء، عندك باب العنبرية، عندك باب الشامي، عندك الجمعة، باب الجمعة، باب البلاوي، خمسة خمسة باب، خمسة أبواب. باب الكومة كان في باب؟ باب الكومة في باب، نعم. والعنابية كان في باب؟ لا العنابية تبع باب المجيدي. وشوف هذاك المنظر، شوف الشيخ هذه المدينة. نعم. هذا المنظر هذا القبة الخضراء وانت واقف وانا واقف عليها فوق في السطح السطور في السطور ليه ايام الشتاء كانت تيجي مطر اي نعم وعادة الرئيس يقول لي عبد الفتاح انا ما استغر عليك ما استغر على احد الا عليك انت تاخذ اربع من العمال تطلع فوق تطلع فوق راقبهم لا يروحوا عند القبة لانه البناء القديم كله مرطوب تهالك بالمطر اللي هو زي ما تقول هذاك صغير صغير وثاني حاجه ما في اسمنت طين وشعر اي نعم طين وشعر يخافوا يخرج ابو ما اطلع افرش فرشه وابو وهذاك اليوم حضرت كاميرا سبحان الله انا كل هذا عشان لما ناخذ تقاعد عندي حاجه يبقى عندك ذكرى قهوه عيالي يشوفوها استفاء هذا واستفاء شيخنا بالنسبه لش اسمه بالنسبه للمنارتين اللي هدمت ايام توسعه الملك سعود كان في منارة واحدة عند باب الرحمه ايوه والثانية وين؟ واحدة عند باب الرحمه ايوه والثانية؟ ما في ثاني هم قالوا في كان الحرم اربع منارات اي اربع منارات كانوا خمسه ايوه وين كانت؟ كانت هذه واحدة عند باب الرحمة صغيرة ما هي كبيرة ما هي طويلة لا ايوه ثانية بس كان في شيء جهة باب النساء نعم باب النساء كان عنده منارة؟ ما في ما في كيف؟ ما في ما في منارة باب النساء هي واحدة منارة اللي من جهة باب الرحمة كمان صغيرة ما هي طالعة فوق اي نعم في الداخل ولا في الخارج؟ في الحصر؟ في الداخل في شجر كثير كان في الحصوة القديم كان هناك شجر كبير كان هناك نخلة سجر هنا. في الركن هنا. في ركن الحصوة وكان فيه لا شجرة شجرة كبيرة من النبق هنا نعم سدرة 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 كبيرة طويلة كبيرة هنا. كانت في الركن في الركن في ركن الحصوة اللي يجي من باب النساء الأولى اللي يجي من باب النساء تكون على يمين هنا. أدركتها كانت فوق الحرم سبحان الله لا صارها فوق الحرم انا قضيت حياتي كلها عند الحبيب الله يطول عمرك الله يطول عمرك الله يجزيك كل خير في سؤال ابغى اسالكم نعم العام الماضي انا ماشي انا وزوجتي وام زوجتي بحبني قبل السوق طوالي فجاه طحت في الارض والقلب القلب له صوت حكمه الله اللحم مغطيه فطوالي جابوا الاسعاف شالوني ودوني المستشفى قعدت 8 ايام في المستشفى الدنيا 10 كان رمضان باقي له يومين وخش فسالت الطبيب هل انا اصوم ام لا؟ قال لي لا انا اصوم فما صمت رمضان الا راح والحين جاي علي رمضان جاي ان شاء الله لا يزال للحين ما قضيت ما لا 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 تخاف شيء ان شاء الله لا تخاف شيء لا تخاف شيء القضيه كلها قضيه فضل من الله والطاعم
الطاعم الشاكر له أجر الصائم الصابر. فلا دحين أنا كيف راح علي شهر؟ لكن يقولوا لي الناس ما دامت الدكتور يقول لك لا صوم. صحيح صدق. ترى إذا أذن لك الطبيب الصوم صوم، وإذا لم يأذن لك ما يحل لك. قال لي لا صوم، لكن دحين جاي عليه رمضان. تستشيره كل شيء بإذن الله. ثاني. إيه نعم. إذا قال لك ما صوم بأخذ علاج. إيه نعم. إذا قال لك ما تصوم ما يجوز لك تصوم. بأخذ علاج. نعم. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك. نسأل الله أن يرفع عنك البلاء وأن يشفيك ويعافيك ويعينك على ذلك بشكره وصيبته. ونستأذن للناس قاموا الصلاة وأفتحنا كثيرا راحة روحية ما تقدر قدر راحتنا في هذا البيت الكريم الذي ينتمي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإلى هذا الشيخ الذي جلس 35 سنة يخدم حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنتم من ذرية عاصم بن عمر بن الخطاب والأسرة العائلة كلها هنا في المدينة. كل بيت الحجار نعم في 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 الصكوك القديمة عندنا نعم من 200 سنة و 300 سنة هذا مذكور. وكانوا أول ينادوا الواحد يا عبد الفتاح العمري. نعم يمسك كلمة العمري أخر لها. سبحان الله. نعم الحمد لله كرمك الله جزاك الله على أحسن الجزاء. يا ذا الأسماء الحسنى.